الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للمحاسبات كتب في تقرير السنه دي بموجب الماده 29 من القانون يتم حل الشركه او بيعها. الكلام ده ينفع؟ طيب يا جماعه، احنا من سنه 2006 ما وقفناش وقفه على قلب راجل واحد، صح ولا غلط؟ يا نقف وقفه كويسه ضد المولد والروح. انا اولا انا تعبان وفي اجازه، بس انا جاي النهارده عشان اوصل الرساله واقول لكم على اللي احنا فيه. انتم لو رجعتم زي 2006 كلنا هنبقى راجل واحد. اتولدت هنا في غزل المحله سنه 80، بقالي ما يقرب من 35 سنه خدمه في الشركه، وبقالي سنتين مريض مانيش عارف اتعالج. الدكتور رماني بره قال لي تروح لجنه العجز يا اما تخش الشغل جوه. طب انا على المشي ما بقدرش عليه حتى، انا عايز حقي في العلاج، انا عايز اتعالج. الانتاج اللي بيجي بمليون بيستخسروا فينا 2000، عشان يستخسروا 2000 نخسر 5 مليون 10 مليون. عشان ايه؟ انت بتذلني ليه؟ انا لحد دلوقتي انا اللي بنتج وانا اللي بتعب. كل الناس دول معظمهم اللي عنده رب واللي عنده غضروف واللي عنده امراض مستعصيه من الانتاج ومن المكن. انا النهارده بروح المستشفى لو انا بكشف رمض الدكتور بيديني علاج للزايده، لو انا عندي الزايده بيديني ضد حيوي. ايه الشغل ده؟ النهارده الدكاتره ما بعرفش الدكتور بره واداني فلوس ما بعالجنيش ولا يكشف عليه. اجيب مرضيه اجيب الفلوس. انا النهارده لو عندك دورت النهارده بناكل بتنجان، بناكل بتنجان وطعميه، هو ده اكلنا كل يوم.